الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب، أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب ولا شيء قد أعجز. أنا الشعب، شعب العلا والنضال، أحب السلام، أخوض القتال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، فمن أجل السلام، من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، من أجل أن تكون مصر حرة قوية أبية، خرج الشعب المصري العظيم في مثل هذا اليوم، خرج بأسمى آيات وصيحات، بأسمى صيحات الهوية المصرية، هذه الصيحات التي خرج بها الشعب المصري العظيم كي يقول ويرفض حكم جماعة إرهابية أرادت طمس الهوية المصرية في مثل هذا اليوم في 30 يونيو. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، حلقة 30/6/2022. لو رجعنا لنفس التاريخ من 9 سنين هنلاقي مشهد مختلف تماما عن المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنلاقي مشهد مليان بالغضب والقلق، مشهد مليان بالخوف على وطن كاد أن يسلب لولا حكمة من الله. الحقيقة كمان لولا شعب رغم ما يعرف عنه على مدار السنين بالصبر والسماحة إلا أنه قرر أنه يتخلى عن صبره وزحف بالملايين في ثورة حقيقية أبهرت العالم كله. زحف وقوده الوحيد ومحركه الوحيد هو غريزته العميقة وحبه لوطنه. هذا الوطن الذي لطالما كان وطناً حاضناً للجميع لم يكن أبداً وطناً إقصائياً على أساس ديني أو فكري أو أيديولوجي. هذه الثورة هي ثورة وإرادة شعب، لم تكن أبداً ثورة غير مدروسة، بل بالعكس تماماً. الشعب قرر أن يتحرك، قرر أن ينقذ وطنه من جماعة كادت أن تسلب هذا الوطن هويته. مرة أخرى نعود لهذا التاريخ ونرى المشهد جليا ونكتشف أن هذا الشعب شعب لطالما أراد الحياة، أراد أن يحيا بحب، أن يحيا بكرامة. فسلاما لشعب مصر الأبي الذي خرج وهو يعلم أن وراءه رجال، رجال سوف يلبون نداءه. وتحية لمن لبى النداء، تحية لرجال شرطته ولقواته المسلحة ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين لم يصموا أذانهم عن نداء الشعب. صباح الخير والفخر وصباح العزة، ولازم نفتكر التاريخ ده كويس قوي عشان نعرف إحنا كنا فين وبقينا فين. نعم جمانة، يعني كل عام وكل المصريين بألف خير، كل عام والمصريين في أمن وأمان وفي سلام وفي رباط إلى يوم الدين. اليوم نحتفي ببصمات شعب اختار مصيره، شعب اختار حريته، شعب بحث عن النور لمواجهة الظلام. هذا الشعب يؤمن بمفهوم الدولة، كونه تربى على الحرية، على العدالة، على الثقافة، على الفن، تربى أيضاً على اختيار مصيره بأيده. هذا الشعب العظيم الذي نقول له اليوم كل عام وأنت بخير. علشان كده الشعب المصري في اليوم ده تحديداً 30/6 اتحدى التحدي، اتحدى التحدي وما خافش من أي إشارات تكفير ولا ترهيب يا جمانة. صحيح يا أحمد، كل التحية لشعب لم يسمح لجماعة أن تغربه عن طبيعته السامحة، لشعب لم تستطع ذائقته أن تتقبل أفكار غريبة ودخيلة عليه. صباح الخير على حضراتكم جميعاً، صباح الخير يا مصر.